مرحبا بكم. أهلا وسهلا. بداية أستاذ سليمان، ما آخر التفاصيل حول ما يجري في سجن الحسكة، في سجن الصناعة بالحسكة، وهل الاشتباكات لا تزال مستمرة إلى الآن؟ طبعا مرحبا بكم وبمشاهدي قناة قضائية اليوم. طبعا الآن لا زالت الاشتباكات متواصلة، لا زال يسمع صوت الرصاص وأيضا بعض القذائف الصاروخية التي تحاول من خلالها قوات سوريا الديمقراطية تضييق الخناق على مرتزقة أو خلايا مرتزقة داعش الذين هاجموا على سجن الصناعة المتواجد في غويران، في حي غويران. طبعا ذكرت من خلال تقريركم بأن المرتزقة لا يزالون يتمركزون في بعض الأبنية في غويران، ولكن غويران بشكل عام أو بنسبة 100% تحت قبضة قوات سوريا الديمقراطية. بقي بعض المجاميع أو بعض المرتزقة متمركزين في بعض الأبنية المحيطة في سجن الصناعة. يعني نستطيع أن نقول بأنه غويران بنسبة 100% تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية ضربت منذ اليوم الأول وإلى اليوم طوقا أمنيا قويا وكثيفا على المنطقة بشكل عام. طبعا السجن حاليا مطوق بشكل كامل، لا يستطيع المرتزقة الفرار أو الهروب منه. قوات سوريا الديمقراطية منذ الصباح الباكر تحاول ومنذ اليوم الأول تنادي من خلال مكبرات الصوت على المرتزقة بأن يقوموا بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية حتى يقف هذا القتال، ولكن من الصباح قام بعض المرتزقة بتسليم أنفسهم، أما البعض الآخر فلا زالوا متحصنين في بعض الأبنية، منها جزء من كلية الاقتصاد والهندسة المدنية، أيضا بعض يعني الأجزاء من سجن الصناعة. من خلال تلك الأبنية يقومون باستهداف القوات الأمنية. طبعا قوات سوريا الديمقراطية تتعامل بكل حرفية وكل يعني دقة مع هذه المجاميع المسلحة. هدف قوات سوريا الديمقراطية هي ليس قتل هؤلاء المرتزقة، هي أن تقوم بإلقاء القبض عليهم. الآن نسمع بعض صوت الأسلحة الثقيلة، قوات سوريا الديمقراطية تستخدمها في تخويف وأيضا في تضييق الخناق على هذه المجامع. نعم. سليمان، هذا في محيط السجن، هل هناك معلومات عن ما يجري داخل السجن؟ طبعا المرتزقة بعد أن قاموا بالعصيان والسيطرة على بعض المهاجع داخل السجن قاموا من ثم المرتزقة الذين جاءوا من الخارج من خلال المفخخات ودخلوا إلى بعض الأجزاء تمركزوا وتحصنوا داخل بعض الأجزاء لاستهداف القوات الأمنية. طبعا داخل السجن قبل قليل كان هناك طلعتان جويتان لطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي، ضربت بعض النقاط أو نقطتين داخل السجن كان يتمركز فيها المرتزقة. طبعا كما ذكرت سابقا قوات سوريا الديمقراطية ليس هدفها قتل هؤلاء المرتزقة، هدفها استسلامهم وإلقاء القبض عليهم أحياء، وخصوصا خلايا المرتزقة الذين جاءوا من الخارج وقاموا بالهجوم على السجن. طبعا سليمان، نعم، هل هناك حصيلة أولية لما جرى من عدد المهاجمين، القتلى، الأسرى؟ طبعا حصيلة القتلى أصبح أكثر من 100 قتيل من خلايا مرتزقة داعش والمرتزقة الذين كانوا متحصنين داخل السجن، يعني العدد فوق 100، لا يوجد عدد إجمالي حسب قوات سوريا الديمقراطية. أما بخصوص الذين تم قتلهم من الصباح وحتى هذه اللحظة تم قتل 13 مرتزقة خلية تابع لخلايا داعش، أيضا تم إلقاء القبض على 2. كنا شاهدنا عندما قامت قوات سوريا الديمقراطية بإلقاء القبض على أحدهم، أما الآخر فتم إلقاء القبض عليه في الجهة الجنوبية من السجن. في سياق متصل زميلي، كان قوات الأمنية في كل المنطقة من هنا وحتى دير الزور. اليوم صباحا ألقت قوات سوريا الديمقراطية على 3 مرتزقة تابعين لخلايا داعش متوجهين إلى الحسكة وبالخصوص إلى سجن الصناعة للمشاركة في الهجوم. تم إلقاء القبض عليهم، أحدهم مصري الجنسية والآخر من مدينة دير الزور والآخر لم يتسنى لنا معرفة جنسيته. طبعا هؤلاء المرتزقة تجمعوا من كل المناطق وقاموا بالهجوم على السجن من خلال المفخخات. طبعا في اليوم الأول استهدفوا بالمفخخات السجن من أجل يعني خلق حالة من الفوضى داخل السجن ومن ثم الهجوم عليه.
شكرا جزيلا الإعلامي والصحفي سليمان الطويل على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الحسكة، شكرا جزيلا.